مشاهدي شبكة ان سي ان وقناة نايل لايف، صباح الخير عليكم. والنهاردة تاريخ يجب كلنا ان احنا نفتكره، مش احنا بس، هنفتكره كمان الاجيال اللي جاية. 23 يناير 2012، انعقاد اول جلسة لمجلس الشعب، واللي بيقال، وانا هقتبس يمكن كلام فضيلة شيخ الازهر الامام الدكتور علي الطيب، واللي قال ان ده اول برلمان حقيقي باختيار الشعب، وان يجب ان نحترم ارادة واختيار الشعب من 50 سنة، بل في تاريخ مصر المعاصر. واعتقد ان دي كلمة معبرة جدا من الكلمة المهمة جدا اللي القاها امبارح الدكتور علي الطيب. بصبح على مي ودينا. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا مي. صباح الخير. هكمل على كلام شريف. يمكن النهارده فعلا يوم تاريخي، وانعقاد اولى جلسات مجلس الشعب. عايزه بس اقول بنتمنى ان شاء الله، احنا عارفين قدامه تحدي كبير جدا جدا جدا، والملفات اللي على الترابيزه عندهم هتكون شائكه جدا، بس في نفس الوقت بنتمنى ان مكتب الارشاد او يعني ما يتحولش لمكتب لجنه السياسات. فبنتمنى ان شاء الله انه يكون على قد المسؤوليه. وغير كده كمان اسمحوا لنا يعني ان احنا نحيي زملائنا بقطاع النيل الاخبار طبعا على فيديو طبعا. انا اسمي ميدان التحرير، بنحييهم ونقول لهم رفعتوا راسنا. صحيح. نشكركم جدا جدا بعد كده كان جدا. نفسنا يكمل، هو وقف عند 11 فبراير، يعني احداث الفيديو وقفت او الفيلم وقفت عند 11 فبراير، كان نفسنا تكمل لمحمد محمود. لا بس هو الفكره نفسها، اوكي، بس هو الفكره نفسها كان توثيق للثوره المصريه. صحيح. ووقته كان كويس جدا، لان احنا خلاص يومين و25 يناير على الابواب. صباح الفل. صباح الفل وصباح الخير على كل اللي بيتابعونا مره ثانيه. ونقول النهارده فعلا افتتاح البرلمان الجديد، مش هقول برلمان الثوره عشان كل اللي ضد تسميته تماما ببرلمان الثوره، برلمان المنتخب زي ما بنقول. المفروض النهارده اللي هيرأس الجلسه الافتتاحيه دكتور محمود السقا، ده النائب الوفدي، لان اكبر الاعضاء طبعا سنا، هيتم اختيار الرئيس، النائبين الاثنين. وفي تساؤلات كتيره جدا على اول برلمان بعد 25 يناير، فربنا يستر ان شاء الله عليه. النهارده هيكون معانا استاذ محسن بدوي، المفكر والمحلل السياسي، هيحاول يجاوب على كل اسئلتنا. وغير كمان هيكون معانا فقره عن احد المؤسسين لموقع اسمه سوبر ماما، الجائزه ده للجائزه الذهبيه في مؤتمر عرب نت. كمان هيكون في الحقيقه فقره مهمه جدا عن القمامه ومشكلتها طبعا، ساعات بتختفي وساعات بتظهر تاني، واللي يمكن لازم نفتحها او نفتح الملف دوت بشكل كبير جدا، خصوصا فكره الريسايكلينج او اعاده التدوير. النهارده هيكون معانا في هذه الفقره الاستاذه الدكتوره ليلى اسكندر، وهي رئيس مجلس اداره جمعيه روح الشباب، واللي مهتمين او معنيين بهذا الملف بشكل خاص جدا. في كمان فقره عن اختراع جديد لمنع سرقه العربيات، اعتقد ناس كتير بتعاني من سرقه عربياتها من سنه 12 شهر تقريبا، فيا رب الاختراع ده يكون مفيد، يهمنا. وهو اختراع لطيف قوي، بس انا مش عايزه اتكلم عليه كتير، هما يتكلموا عليه اكتر في الفقره. طيب عامة هو النهارده يوم حافل جدا، مسيرات كتيرة جدا هتكون موجودة في كل أنحاء الجمهورية. في مسيرات رايحة لمجلس الشعب، في مسيرات هتكون موجودة في كل أنحاء الجمهورية، وعروض كتيرة جدا جدا. عامة مصر على صفيح ساخن، بس بنتمنى عامة الخير لمصر، وبنتمنى ما يكونش فيه أي تخريب، وبنتمنى ما يكونش فيه أي عنف. وان شاء الله الايام اللي جايه تعدي على خير. خلونا نبتدي معاكم فقره الصحافه، والصحفيه بجريده الاهرام امل عويده هتكون معانا في فقره الصحافه النهارده. خليكم معانا.